السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. قراءة روحانية لمواليد برج الأسد، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أحبابنا في الله، إن كنتوا عايزين أعمل لكم فيديوهات لعلاج السحر أو علاج المس أو علاج الحسد أو علاج القرين أو علاج التابعة، شوفوا الفيديو اللي عايزين ننزله لكم، اكتبوا فيها التعليقات ونشوفوا أكثر التعليقات للعلاج، وهعمل لكم فيديو ليه علاج باذن الله تعالى ناسف للمرض اللي تطلبوه، المرض الروحاني اللي تطلبوه، وهعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى وانزله لكم. فشوفوا كنتوا عايزين علاج السحر اكتبوا علاج السحر ونشوف، وهنعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك احبابنا في الله. بسم الله الكاشف، عندك بشرى وفرحه كبيره واستقرار، خلاص عندك اطمئنان على شخص مريض الشخص ده، وعندك فك كرب ان شاء الله في حادث غالي على قلبك، يعني انت راح تحققها، تحقق امنية غالية على قلبك جدا، عندك تغير عتبي وتخلص يعني من الارق او من التعب في المكان اللي انت فيه، محتاج تنقل من المكان اللي انت فيه وتخلص من الهرق اللي انت فيه من المكان ده، عندك تخلص اوراق من جهة حكومية، ميراث أو فلوس من الدولة، أنت بتخلص أوراق في الجهة الحكومية. أنا شايف في زعل جواك أو حزن، زعلان قلبك مكسور، شايفك هنا في اكتشاف أمور وحقائق حواليك، هتكتشف هتعرف مين اللي بيحبك ومين اللي بيتمنى لك الشر، وهتبعد عن الناس دي، هتبعد عنهم. سيبك يعني شايفك في خايف من بكره وقاعد بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبها على الله، سيبها على الله. شايفك انا امنت حد او حبيت او اعطيته الامان، لكن ده طلع خاين او طلع غدار، وانت يعني تعبك نفسيا من كتر اللي يعني اعطيته اكتر حدا الثقه، انت في حاله اكتئاب والخنقه مسيطره عليك، وكأن صابر على تغير في عدة أمور في حياتك، وكأن يعني هنا بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام العيون الشمتانة فيك والشماتة، قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك، بقول لك عندك تيسير ديلك، التيسير ديلك، رزق من عند رب العالمين خلال الفترة اللي جاية، الرزق خلاص هيفتح لك لانك تعبت كتير ويئست واستحمل. عندك هنا اكتر من نصر جاي لك، عندك اكتر من نصر باذن الله تعالى جاي لك، هتنبسط به. في شخص هنا على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع فيك كذا عيب، هيطلع فيك زي ما بيقولوا عيوب الدنيا والاخره، هو عمال عامل نفسه انه بيحبك انه كذا عشان مصلحته، عايز ياخد منك مصلحه وهياخدها، بس بعد ما ياخدها يا ريت حتى يتمر فيه او يسكت، لا ده يطلع فيك عيوب الدنيا، عيوب الدنيا والاخره. شايف عندك هنا قطيع التواصل، يعني هنا بينك وما بين شخص هتردع، هتردع من جديد، المحادثة بينك وما بينه هتردع، في محادثات ما بينك وما بين حد كانت مقطوعة، قطع مقطوع ما بينك وما بين حد، رسائل أو مكالمة راح تردع كما كان. شايفك هنا اللي حواليك عمالين يبصوا لك عن اللزوم، عايزين بيوجعوك، يعني في أشخاص خسارة معاهم الوفاء والولاء، انت هنا محبوب، في ناس حباك، في ناس حباك قوي وبتتمنى لك الخير وبتدعي لك. عندك شخصين هنا رغم ان يعني بيتعاملوا معاك وفي بينكم وبين بينكم ود، الغيرة والحقد، عنده غيرة وحقد هيكون جواهم من ناحيتك. في شخص هنا يعني بيعرض عليك ارتباط في السر، حاول ما تقبلش، حاول ما تقبلش،
بي هنا ما تقبلش بي، واحذر من شخص بيستغلك عاطفيا وماديا، احذر. شافك انها هتتعرض في مشكلة وهيكون فيها يعني كيلو قال عليك كتير، وإذا طلعت منها حاول تقفل لسانك من حكي مع يعني بعد الناس، ابعد ابعد. معاك رزق جاي لك، معاك رزق جاي لك من رب العالمين. شايفك كده شخص بتختلف يعني معاه اختلاف بسيط بس بيكبر، وهو الخلاف دي بينكم. احذر، شايفك عايزك تحذر من سرقة، بينسبها ليك شخص، خلي بالك. شايفك هنا يعني بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك السابقة، وحتى انا شايفك انها تبدأ تتعامل بذكاء مع الاشخاص اللي حواليك، بترتاح مع شخص في الكلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. في رزق حلو جاي لك هتنبسط بيه، وانا شايف هنا الرزق ده هيكون ارحت ليك باذن الله تعالى، وهتنبسط. قد ما كنت مهموم ارمي حمولك على رب العالمين، هو اللي هينديك، هو اللي هيخرجك من محنتك، هو الرزاق. شخص هنا، الشخص ده نرجسي، بيكون يعني مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون عارف يعني تحط معاه النقط على الحروف. شايفك بتبدأ مع شخص بدايات جديدة، شايف هنا انت يعني شايف في عندك هنا وحدة بتتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء. احذر الفترة دي من شخص يحاول يعني يقلب عليك الترابيزي، في حوار بينك وما بينه، ولكن رب العالمين بينصرك فيه، رب العالمين بينصرك لأن قلبك طيب ونيتك سالكة، وبتتعامل مع الناس بالخير وبالحسن، وبتتعامل معهم بالصدق. لكن في ناس غدارة، ناس مش بتحب الخير، مش بتحبك تكون أحسن منه، لكن رب العالمين بينصرك. في مكالمة تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، مكالمة تليفون دي بتديلك، قدامك خطوتين وراح تديلك المكالمة. شايف عندك هنا عندك يعني موضوع فيه إمضاء، يعني موضوع إمضاء على عقد، يعني شايفك امتلاك شيء أو قضية، يعني في حدا بتمضي عليها راح تمتلكها، بس عندك قضية رب العالمين بينصرك فيه. في عندك هنا موضوع نقلة بيتم معك على خير بإذن الله، عندك مناسبة حلوة بتحضرها وبتحتفل بشيء يخصك أو يخص حد من عتبة العيلة، بتحتفل وفرحان. صلى على الحبيب المصطفى وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابي في الله. هسه شايف عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، وكأني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم بأي أسلوب، بس أنا شايف هيكون عندك يعني مشكلة، بس رب العالمين هيقف معاك وهيحلها لك. في عندك شخص بيراسلك رسالة على التليفون، وبتكون يعني أنت شايفك محتار ترد أو لا، هو عمال يرسل لك ويبعت لك الرسالة بس أنت محتار مش عارف ترد ولا ما تردش. انفراجات مالية ديالك، انفراجات كويس، وفي نفس الوقت هنا في أزمات برضو مادية عندك، وده بيدل انك يعني تكون حريص شوية، حرص وكون حريص في أمورك المادية عشان ما تعانيش بكثرة المصاريف. انت بتصرف كتير، نزيه، بتحب النزاهة، بتحب الأكل، بتحب الفسق. حاول تمسك ايدك شوية، حاول تمسك ايدك شوية من المصاريف اكتر من اللازم. في انسانة هنا شغلانتها يعني زي ما بيقولوا الكيل والكال، الكلام شغلانتها الكلام، الكيل والقال، خلي بالك واحذر منها. عاملة لك بطاقة السحر، سحر وقف، سحر تعطيل بتعاني منه من زمان. السحر حتى الخلفة واقفة معاك، كل حاجة مدمرة معاك.
من زمان السحر ده. الست دي احذر، احذر منها واحذر من التصرف يعني يصدر منك. في حد هنا يعني ممكن هيفهمك غلط، في حد هنا هتكون يعني في مكان وهيدخل عليك شخص، خلي بالك منه الشخص ده عشان هيبص لك نظرات مش كويس. في شخص هنا هيحكي عليك كلام بالغلط، عليك هيحكي كلام يعني هو مش فيك، الكلام ده الكلام دي مش فيك، ولا انت ما عملتوش ولا ما قلتوش، بس هيقول عليك الكلام ده لانه هو مش كويس ومش بيحبك. بس انا شايفك هنا قلبك موجوع كتير. ايه اللي كسر قلبك؟ قلبك موجوع كتير، وكأني شايفك هنا شايل جواك هموم او حزن، مش عارف مع مين تتكلم ومع مين تحكي، امور حواليك فيها عدم انضباط. بس انا عايزك ترمي كل ده، ارمي حمولك كلها على رب العالمين، ارمي حمولك وارمي اللي جواك على رب العالمين، لان هو اللي هيريح قلبك من كل الهموم دي. اشكر ربك، اشكر ربك على اللي جواك، وادعي ربك يهديك قدرك الخير، والدعاء يغير القدر. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تردون لله وقارا. فاكثر من الاستغفار على قد ما تقدر، خلي لسانك عليه ذكر الله، خلي لسانك عليه ذكر الله. شايف هنا في شخص هنا يعني عندك هنا شخص متقلب الود، والود يعني بينكم هينقلب ما بين يوم وليلة، شخص يعني بينكم فراق وخصام بتردع العلاقة أقوى من قبل. بس حتى لو العلاقة رجعت فهو لسه عنده النرجسي والأناني. شخص هنا بيجبر بخاطرك في موضوع انت بتحتاجه فيه، وشايف هنا عندك طريق، عندك طريق سفر وهيكون خير عليك. شخص من المقربين منك هيعاني الفترة دي بوعكة صحية، هيعاني بوعكة صحية الشخص ده. احذر هنا الفترة دي يعني عشان عندك التعب شوي، تعب في الصدر وتعب المعدة، تعب الظهر، تصحى عندك أرق، التفكير 24 ساعة، تفكير الطاقات السلبية مسيطر عليك، هو دي منطقة السحر. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا بقول لك هتحتاج تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن يعني مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني ما تبررش لحد ملوش أهمية عندك. في عندك مشوار بتروح وبتتقابل مع حد صدفة بتسلم عليه. شايف هنا بقول لك يعني داخل لك شخص بعد فترة هتتعرف عليه، هتتعرف عليه، عندك الخير دايلك، هيدي لك من وراه قادم ليك. بس خلي يعني خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. شايف هتسمع هنا على شخص يعني انه عنده يعني الشخص ده تعبان قوي، تعبان بس هو أذاك، وهتسمع عنه انه هو تعبان، دعوتك استجابت. في شلال خير ورزق داخل لك عن قريب من احقاك خلال الفترة دي. وانا شايفك هنا يعني انت وعانيت من كثير المسؤوليات اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم. بقول ليك انت مستحمل هموم مش كدك، ومجبر انك تقوم يعني تستحملها، مجبر انك تستحمل. شايف هنا اللهم صل على الحبيب. احنا بقينا هنا برضه يعني في زمن انعدم منه الضمير، وانت صعبان عليك نفسك بسبب التعامل مع الاشخاص معاه بطريقة نوع مش كويس.
احذر من الغيرة، لأن الغيرة تولد معاك مشاكل خلال الفترة اللي جاية. عندك أشخاص هنا، الأشخاص دي يعني هتتهمك ببعض السلوك اللي هتتعبك، وكأن اتهامهم ليك بالحقد داخلهم ليك، حقد كبير. رب العالمين هنصرخ عليهم. في بعض هنا أشخاص يعني حواليك نيتهم ليك مش حلوة، بس الفترة اللي جاية شايفك هتتعامل مع شخص هيفتح معاك طريق شغل أو رزق كويس ليك. شايف عندك هنا يعني بقول ليك طالت انتظارك، يعني انت منتظر في امور كتيرة حواليك، انت على وشك انتهاء من مرحلة مرهقة، مرحلة متعبة. شايف امنياتك هتبدأ تتحقق، وكأني شايفك هنا يعني هتبدأ تحافظ على اوضاعك في بعض الامور، هتبدأ تظبط معاك. شايفك هنا ماشي في طريق، يعني طريق شغل، او مقدم على طريق شغل، مقدم على طريق شغل او مستني شغل، لان شايف طريق الشغل قدامك ديالك. شايفك هنا بس محتاج تبعد عن السلبيات اللي موجوده في حياتك، او يعني او مقصر عليك بشكل يومي. يعني شايفك هنا مفتقد الفرحه، افتقدت الفرحه، وافتقاد الفرحة دي مسبب لك المتاعب النفسية. بقول لك بقدرة رب العالمين عندك الفرحة والسعادة الأيام اللي قادمة، وأنت هنا بذكاء هتقدر تبعد عن أي مناقشات توقعك في مشاكل، وأنت بغنى عنها، بغنى عنها. الحظ هينفتح معاك قريبا، وكنا شايفك هنا يعني هتقدر تخرج من التقيد والتكتف اللي أنت موجود فيه، هتخرج بإذن الله من كل المعاناة دي ومن كل التعب ده، هتخرج منه. شايف هنا في إنسانة مقربة منك بتتكلم في ظهرك بالباطل، الإنسانة دي مش كويس، بتتكلم في ظهرك كتير بالباطل، بس احذر من الاستغلال العاطفي لأنك هتتعرض له، هتتعرض للاستغلال العاطفي. عندك مشكلة مع حد من المقربين، المقربين في مشكلة مع حد. شايفك هنا وبينك وبين نفسك بتحس بظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصرك عليهم. في شخص هنا يحاول يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك، بس انت هنا هترفض، هترفض. هو عايز يردع الشخص ده ياخذ مكانه من جديد في قلبك، بس انا شايفك انت هترفض، هترفض رجوعك لي مره تانية. الفتره دي عندك شويه تعب، شويه ارهاق هتخلص منه. شايفك انت يعني هتبدا تجمل امور، تظبط الدنيا معاك. شايفك انت هتتعرف على شخص، العادات والتقاليد متغيرة على عاداتك وتقاليدك، بس عايزك تحذر من النميمة والفتنة، من النميمة والفتنة، لأن ممكن يعني تكون دائرة حواليك، تكون دائرة حواليك النميمة والفتنة، فاحذر كما أقول لك. اللي هيشافك هنا يعني اللهم صل على الحبيب المصطفى، في مشكلة مع شخصية هتكون انت طرف فيه. شايفين بيدعوك للإيجابيات، أفكارك السلبية ملهاش أي وجود في الحقيقة. في حد بيديك هدية غالية، غالية بتديلك الهدية دي. شايفك انا بتقعد مع شخص له مكانة كويس وبيتقدر مكانته الاجتماعية، له مكانة كويس الشخص ده. شايفنا انت محتاج هنا تعطي نفسك وقت من يعني بالتفكير الصح، فكر صح علشان توصل للي انت عايزه. عندك هنا تبرر لاشخاص، في كلام، في مشاكل، او انتوا اتنين هنا
يعني بتبرروا لنفسيكم او انت بتبرر نفسك وهو بيبرر نفسه في قعده ما بين بعضيكم، هتنتهي بالصلح ان شاء الله. بس انا شايف ان عندك شخص يعني هيخنقك، يعني هيضايقك او هينرفزك او هيخنقك من طريقه حديثه معاك الفتره دي. شايفك يعني هنا عندك يعني هتعاني بحاله يعني حاله عاطفيه غير مستقره. بقول لك هنا ظروفك الماديه فيها تقلبات، ولكن الفتره الجايه الوضع المادي معاك هيتحسن. في اشخاص هنا هتاخذ منك موقف بسبب الغيره. احذر هنا الفتره دي من الخلافات العائليه. في اشخاص هنا حاسدينك لدرجه كبيره، حاسدينك مسيطر عليك الحسد، حاسدينك على فرحتك، على انبساطك، حاسدينك على اي حاجه. بيتمنوا لك الشر ويجي لك من اي مكان للاشخاص دي. لك النصر، النصر عندك من رب العالمين جاي لك. شاف في حد هنا هيظلمك، في كلام هيقولوا عليك، الشخص ده هيظلمك في كلام هيقولوا عليك، وعندك شخص هنا مهم كان ليه معزه جوه قلبك. شايفك هنا متردد تاخذ خطوه اتجاهه، شايفك عندك تردد، متردد تاخذ خطوه اتجاهه. في مكالمة تليفون أو رسالة هتدي لك، شايفك هنا بس أنت هتبص فيها ومش هترد عليها. رسالة هتدي لك أو مكالمة بس أنت هتبص ومش هترد عليها. في عندك واحدة ست تصرفاتها معاك يعني هتكون مش عاجباك، ست تصرفاتها مش عاجباك أنت، وفي نفس الوقت ذات الوقت مش هتكون قادر يعني تكلم او تعبر. في فرصة السفر جيالك، فرصة السفر جيالك، واحذر من يعني التجسس عليك من اشخاص حواليك. احذر من التجسس من الاشخاص اللي حواليك، هدفهم يعني انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك. رب العالمين هيقف معاك، رب العالمين هيقف معاك وهينصرك، لان في اشخاص مش كويسه بتتمنى لك الشر، عايزه تاذيك، عايزه تكسرك، عايزه تاذيك باي حاجه، عايزه تدمرك. الاشخاص دي مش حباك يعني شانك يعلي او تعلى في شانك او توصل للهدف اللي انت عايزه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. خلي بالك هنا في اشخاص حواليك يعني برضه مش كويسه قوي، بس رب العالمين هيقف معاك. في موضوع خصام او مشكله مع حد، انت هنا عطى حد فلوس او منتظر فلوس حد يديبها لك، شاف حد بيديك فلوس، عندك موضوع في محكمه او قضيه، عندك موضوع في محكمه او قضيه هيخلص على خير باذن الله تعالى. راح يخلص على خير الموضوع ده، في محكمة عندك قضية راح تخلص على خير. في عندك هنا شخص انت يعني هنا هتقدر تخرصه بردك عليه، هتخرصه، خليه يخترص بكلام، هتديله كلام زي ما بقوله في الدون، هتخليه يخرص خالص مش هيتكلم، هيمتنع عن الكلام. شايفنا؟ اللهم صل على الحبيب المصطفى. في عندك رزق دايلك، الرزق ده لك قريب وهتنبسط بيه جدا لان انت محتاجه. الرزق ده خلاص على عتبة بابك، ده لك باذن الله تعالى وهتنبسط. في بلوك بينك وما بين شخص، بلوك بينك وما بين شخص هينفك. في عندك زيارة لدكتور، في عندك زيارة لدكتور، بتزور دكتور او بتروح عند دكتور، في عندك زيارة. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بس شايف امور يعني حالات كثيره هتحدث معاك، خلي بالك منها. راح تعرف مين اللي حاسدك، مين اللي باصص لك في كل حاجه.
عندك عتبة جديدة، العتبة دي فيها راحة ليك، في شراء بيت أو تغير محل إقامة، في عندك مبلغ من المال دايلك، مبلغ من المال كويس، المبلغ ده كويس أنت محتاجه، في تحقق هنا حاجة يعني أنت منتظرها بفارغ الصبر راح تتحقق معاك، في بركة في الرزق وترقية تخص عملك، في حاجة مفقودة عشان أنت تعصر هنا على شيء مفقود بقاله فترة راح تعصر عليه، حاجة مفقودة يعني منك بقالها فترة راح تعصر عليها، في قرار صح بتاخذه يخص عملك وهتلاقي دليل يؤكد ان قرارك صح رغم رد الفعل اللي منتظره، راح تلاقي ان قرارك صح اللي خدته بس انت يعني برغم ده رد الفعل اللي انت منتظره، في شخص ان انت بتحبه، الشخص ده انت بتحبه بيزداد غلاوة عندك وتدوم محبتكم ان شاء الله، في مواجهة، في مواجهة مع غريب يريد أذى ليك لكن ربك معك وينصرك عليه بإذن الله تعالى. شايفك برضو أنت عندك ندم هنا، ندمان على كلام أو على فضفضة قلته وأنت معك حق، معك حق بس خلي بالك من كلامك، بلاش تظهر كل حاجة على لسانك وتحكيها للي قدامك، لان كل الناس يعني في ناس بتاخد منك الكلام بتحط عليها كذا كلمه وتزود عليك الكلام ان انت قلته وقلته، المفاجاه الحلوه دي انت غير متوقعها، هي هديه قيمه يعني هديه كويسه قريبه منك من شخص غالي على قلبك، الهديه دي ديالك. عندك هنا امور خير ليك، الله أكبر، حلوة حدث حلوة ديالك خلال يعني ساعات، هتفرح، أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الله تعالى، لديك بشرى وفرحة. بس أنا شايف هنا في حد ندمان على فراقك، حد يعني عم زعلان على فراقك، شايف عنده ندم لأنه هو شافه ندمان. بس خلي بالك هنا، شايف هنا المفتاح بيجي في ايدك، مفتاحك بيجي في ايدك، خلاص شايفك هنا بتمتلك شيء جديد، توثيق عقد، شايف بدايات هتعلي شأنك، في حد عايز يردع لك ويصالحك وانت هنا عمال تطلب بكل حاجتك يعني القديمة، مستحقات، فلوس، ورث، بتطلب بكل حاجة بتاعتك مستحقاتك القديمة، عندك انتصارات قانونية في المحاكم، في نجاح في المدارس، نجاح في الامتحانات، عندكم نجاح بإذن الله تعالى، وفي نجاح مهني وأموال كويسة ديالك، في البعض هنا منكم عرض ارتباط أو زواج، يعني عرض ارتباط أو زواج، في شخص هنا بيحبك قوي يعني، في شخص بيحبك، في ناس هنا هتدخل حياتك هتأثر عليك بالخير وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك وحياتك. للمبتعدين في تخاطر أو تواصل روحي بينك وما بين شخص، في بينكم زواج، في بينكم زواج عن قريب. للعزاب هنا في يعني رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، وللبعض في ماضي هينقفل، في ناس قطعوك ورجعين لك تاني، وعندك يد مساعدة أو سد دين، عندك يد تساعدك، في فرحة في أرض بيتك، أشوف البعض يعني فرحة في بيتك وفي أرض بيتك، ممكن زواج أو خطوبة أو فرح بإذن الله تعالى في أرض بيتك الفرحة،
أو بشرى لمولود بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. وكما كنا هنشوف التعليقات الكثيرة عن علاج السحر أو علاج المس أو علاج الحسد أو علاج التابعة أو أي علاج عايزينه، هنشوف التعليقات الكثيرة وهناخذ وهنعمل له فيديو ليكم بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك، واللي حاب يتواصل معنا في العلاج يتواصل معنا، الرقم أمامكم، والسلام عليكم.